ياخذوا لهم باسبورات، ياخذوا لهم فلوس، ياخذوا لهم الحوايج. انا خفت، انا دريه، يقولك في الحرب كل شيء مباح. انا دريه، قدر شي واحد يوقف عليا، ما بغيتش نمشي بوحدي، ما بغيتش نمشي مع ناس اخرين ما كنعرفهمش. صاحبتي المغربيه الاخرى مشات للحدود، ومني شافت راسها ما دخلاتش عاودت رجعت. عاودت يعني الناس مشاو وصلوا حتى الحدود، وما قدروا. بزاف ديال النقاط في ديال الحدود كاينين، كاينين الحدود اللي مزيره، كاينين الحدود اللي مخيمه، كاينين كاينه ماما غادي نقول لك الاسماء. رافاروس اللي كنعرف انا، رافاروس كا وميدونا، شاهين ميدونا، هادو هاد شاهين ورافاروسكا بالنسبه لينا اكفس حدود واحد يقدر يمشي لهم، لانه تما تبقاي واقفه لواحد المده طويله ما غاديش تدوزي. صاحبتي المصريه مشات قبل مني بيومين، ملا بنهار مشات، ما دازتش اول نهار مشات، رجعت باتت في اوتيل تما حدا الحدود. ثاني يوم بقات كتسنى من الصباح حتى العشيه عاد باش دازت، وما دازوش كاملين، دازو شي 3 4 واللي بقاو قالوا بقاو تسناو. يعني كانت تشديدات بزاف. دري مغربي اخر ايوب حتى هو معايا في لافاك، هو كتخياماني، مشى لميدونا قبل مني بيومين، ما داز كندوي، بقى كنعقل، كنعيط ليه في التليفون كيقفقف كيقفقف كيقول لي فيه البرد، ما قادش ندوي. قولي لنا على الاجواء ديال تما، كاين البرد، كان البرد فمو ابيض وتقشر بالبرد. كنقول لي صافي غخشي ديك في تخشي ديك دفا حتى تولي بخير ودوي معايا، غطمني قولي راك بخير. انت قررتي تحركي مع صاحبتك؟ بابا صاحبتي بعيد علينا من المدينه ديالي، بحال انا في الفيف هو في واحد القريه صغيره بواحد الساعه، فبقينا معاه تجا. تخيلي معايا غدخل سدوا الحدود ديال المدينه ديالي، سدوها، ما بقى حتى شي واحد يدخل الفيف، لانه كاع الناس من الشرق كيهربوا عندنا الفيف باش يدخلوا لبولونيا. سدوا يعني الحمد لله ربي يسر باش انه يدخل. صافي دخل، جينا الدار طيبنا الماكله، كنا حنا ديجا شاريين يعني فرماج طون الخبز غادي نديو معنا، لانه ما احنا ما عارفينش كيفاش كيتسنى، نقدر نبقاو واقفين يومين 3 ايام. كانت لصاحبتي لبسي، دفينا راسنا، جمعنا اللي قدينا نجمعوا، راه جمعنا شي حوايج قلال مش شويه بزاف. شفنا كاع الطلبه تقريبا، كاين اللي هاز معاه غير كاغ طابل ديال الدار، كاغ طابل وباليزه صغيره فيها البيسي ديالي. والاغلبيه كيقول لك جبنا غير بيسي، كاين الناس اللي ما جابوش حتى لي بيسي ديالهم. انا جبتو ضروري على قبل بريباراسيون ديالي، زعما كاينه كاين انت الظروف ديالك هذا ربما كان واحد اخرين. الظروف ديالي انا كانت شويه مزيانه، الناس الظروف اخرين كانوا في العذاب، كانوا في العذاب. اللي غادي يكون خرج غير بحوايجو، خرج بحوايجو. هذه كاينه واحد الدريه شتا كتبكي، وملي وصلت المطار كتبكي وعنقت ماما، كتقول لها ماما حتى واحد ما وقف معايا، ماما صعيب هذاك الشيء. انا جابت لي البكيه. علاش؟ وجايه لابسه غير هذاك، ما عندها والو غير الحوايج اللي عندها، باغا تهرب. لانه واش كتقول؟ يعني حياتي صافي، حياه كتشوفها حياتها دابا، خاصها تبقى عايشه ما خصهاش تموت، لانه كتحس براسها انا مالي روسيا بغات، انا مالي، انا مغربيه، انا ماشي بنت هاد البلاد، انا بغيت نمشي في حالي، بغيت نمشي لدارنا، بغيت هادي بغيت هاد. انا هادشي اللي مش كنفكر، انا امي ما شفتهاش لمده 3 سنين، انا ما نزلتش من 2019، ما بقيتش جيت المغرب مع كورونا، وبغيت ندير ستاج في اوكرانيا، وبركت تما كاين، قلت ندور هذا، بغيت نجي لبلادي وانا متخرجه. كنت بغيت الوالده ديالي، كانت الوالده ديالي مشات فرحه، فرحه كامله مكموله. وكانت الوالده ديالي مشات لهنا لومباساد باش تطلب فيزا باش تجي عندي، قالوا احنا ما كنعطيوش الفيزا باش تحضر لي التخرج، دوز معايا رمضان وتبقى تنتخرج. مي قالوا لي كانشي ما معولاش على هادشي كامل، ما معولينش على انا غادي تنوض لحر. وانا تصدمت، علاش ما كيعطيوش لي فيزا؟ تصدمت. يعني كانت شي حاجه كانوا عالمين. اما المي خلينا ملي وصل الاب ديال صاحبتك، جمعتو حوايج صاحبتي، صافي جمعنا حوايجنا وكلشي، عيطنا للطاكسي يجي باش نمشيو. عيطنا للطاكسي جا، هزينا حوايجنا حطيناهم انا وناتالي وباباها وصاحبتي الاخرى المغربيه سميتها سلمى. صافي ركبنا مشينا، وصلنا للحدود. عرفتي شحال ديال الطوموبيلات كاينين؟ بحال من هنا ولي المحمديه صف ديال الطوموبيلات والطاكسي. مني شفت داك الشيء قلت انا هذا الشيء كانوا قالوا، لانه كاينين الناس مشاو 30 حتى 40 كيلومتر مشاو على رجليهم، صافي ما بقاش باغي يبقى بارك في الطوموبيل، لانه كل ما هو بارك في الطوموبيل كل ما هو كيضيع الوقت. صافي الطاكسي واقف، كنقولوا احنا واش ممكن تزيد تقرب لك؟ يقول لك لا
ما نقربكمش صافي. انا اضطريتو تهبطو. اه سولنا الاوكراني قلنا ليه شو بغيتيش تمشي؟ قالك لا هذه بلادي ما نمشيش. من حقه لان بلادو. بقى فينا صافي خلصناه ونزلنا كل واحد فينا هاز حويجاتو على ظهره وبيديه وشدينا الطريق. من 9 الليل حنا شادين الطريق. علاش 9 الليل ما وصلنا للنقطه اللي وصلنا لواحد البلاصه البرد نفكروا الناس البرد ناقص 10. واو ناقص 10 ولاني انت راه كتحس بها ناقص 15 كاين فرق. قدر رجلي كيتجمدوا عليك رجلي يتجلدوا رجلي وليت واقفه وكنشطح برجليا باش ندفى كل هنايا هنا دافيه لاني رجليا ربما ماشي قد هذا الشيء اللي كتقولي ولكن كنا مشينا تغطيه ديال الطفل ريان بغي نذكر الناس لانهم اللي طاح مسكين الله يرحمه وكنا كنبقاو 24 ساعه 24 ساعه لان ما كناش عارفين في اي وقت يقدروا يجبدوه. عاتي واحد اللحظه بالليل انا اقسم بالله الا الكلاكاش شدني ولابسه الحوايج ولابسه السبرديله وغير الدراري ديال الحسيمه وفيك انا امازيغيه دويت معاهم شعلوا لينا العافيه شعلوا لي العافيه باش تفيتي يعني صعيب انا مواندي مواندي تقولي كتحسي بها موان 15 وانت غاده في الطريق كتلقاي الناس الاوكران واقفين الماء كيديروا اتاي يديروا القهوه حاطين لي بسكوي فابور خود كول وسير كمل طريقك. هو بعدا الناس مزيانين يعني. آه. الحمد لله. فاحنا كل ما كان تشارجي تليفونك دايرين الموتور وهذا باش شارجي تليفون يعني الانسانيه غلبات على كل شيء. اه الانسانيه غلبات مني حنا غاديين كيبداو الناس الكيران اللي جاي من خركوف اللي جاي من زاباروجيا العرب بداو كينزلوا لي زافريك الهنود العرب والمغاربه باش حسيت كنشوف ما جاتكش واحد الطمانينه دي انا كنقول الحمد لله بعدا هما العرب هما الحمد لله خوتنا سواء من اي بلاد هما هربوا بعدا تعتقوا والكار كيهودهم وينزل لانه غادي يمشي يجيب ثاني ناس اخرين باش يجي. شحال ديال الطريق ضربتو نتوما باش توصلوا للحدود؟ 17 كيلومتر من الساعه حتى لجوج الليل والحمد لله برضات الوالدين الحمد لله والشكر لله. مني وصلنا لواحد المنطقه تقريبا بحال تقولي سميتها يافوريف نيت راه ضربها قبل يومين راه ضربها ضرب بوتين فيها تما واحد المقر عسكري كار كاين هذاك الكار انا اللي مشيت ندوي معاه مشيت انا دويت معاه كنقول ليه الله حفظك حنا ثلاثه البنات ومعنا با ديالنا دينا نعطوك اللي بغيتي دينا قال لي الفلوس كلشي معاك لا عطاك اللي بغيتي غادي لانه من بعد ديك النقطه حتى الحدود 21 كيلومتر اخرى ظلمه فالظلمه ما كاينش حس الضوء. فانا مني شفت الطريق قلت ضروري غادي نمشي غادي نباتوا في الارض تما غنتناوبوا شي واحد الناس ولا اخر يقابل حتى يطلع النهار ونكملوا طريقنا باش نشوف الضوء. في الاول ما بغاش جا واحد الثاني تما دوك جوج اوكرانيين واقفين جا قال لينا غادي قال لينا غادي ندوي معاه وقفوا وكان باغي يمشي لحدود سميتها كراكوفيت قال لي غتمشي هاد الحدود غتبقى واقفه كتسنى قال لي كاينين 60 بيوس هما القدام راه باقيين ما دخلوش قال لي سير لهروشيف اللي هي نقطه الحدود اللي انا باغي نمشي لها قال لي لا انا راه باغي نمشي لكراكوفيت وهادي وهادي وقال لي يقدر يقنعو اه يقدر يقنعو وقال لي دي معك هادو اه قال لي رانا عندي الدنيا عامره قلت له وقفوا ما باغاش نبرك نوقف هديني معاك ركبوا فوق من الكار كي نوقف ما نبركش قال لي يلا طرح طلعنا لقينا الناس في الصف واقفين كاينين الناس باكا جوج واحدين دري صغير بركو بيناتهم وناعس عليها وناعس عليها ما كيعرفها ماشي مو ولا اختو غريب بركنا طلعنا هذيك دابا الانسانيه اللي كتحتى تما ما كنبقاوش نعرفوا لا يعني شنو الناسيوناليتي ديال الانسان ولا الديانه ديالو ولا الانسانيه تتكلم. وفي هذا الوقت انا هذا كنقول لك دابا 12 لواحد جوج الليل صاحبتي اللي في بولونيا كدوي معايا كتطمن عليا فين وصلتي فين هذا انت بخير صافا خاصك شي حاجه هذا صافي ركبنا في البيس وصلنا للحدود مع ديك 3:30 مني وصلنا ديك النقطه صافي حنا نزلنا تم الراجل بغينا نجيو نخلصوه كنت غادي نطلع والله العظيم نعطيه 100 دولار قال لي لا عطيته 200 غريفنا اللي هي تقريبا قولي واحد 12 دولار وقبل بها وقال الحمد لله ما هموش صافي نزلنا هاد نقطه الحدود ربما في هذيك الاوقات راه حتى الفلوس ما كتبقى عندها الشيخ حتى شي حاجه ما كتبقى عندها قيمه امام حياه الانسان ما عندهاش. هاد نقطه الحدود نقدر نقول لك كتعتبر واحد النعمه لانه تما حاطين تاني كومباريزون مع نقاط الحدود مع النقاط الاخرين مع النقاط الاخرين اللي الناس قالوا لي عانوا وتعذبوا. هاد نقطه الحدود دايرين لينا واحد البلاصه بحال القيطون حاطين فيه سوري حاطين فيه المانط المخاد الماكله شوكولا الحليب بامبرز على قبل الدراري الصغار باش الانسان يقدر يعيش باش الواحد لانه تما كان البرد
كتلقاي مادام كلهم مشى دخل شد مانطا دار لها، انا وحده منهم شديت مانطا درتها على كتافي ودورت عليا باش ندفى. حسيتي باللاجئين ديال سوريا وداك الشيء اللي كنا كنتفرجوا فيه في التلفازه؟ اه حسيت بهم، حسيت به وباقين كيعاني والناس ديال سوريا. نبغيو باش ما نطولوش على المشاهد، قدرتي تقطعي الحدود؟ من ثلاثة وحنا كنتسناو حتى السبعة عاد باش مشينا، لانه الفوج الاول مشى خاصو داكشي بال خاصو يدوز داك الفوج الاول عاد باش حنا علينا. حنا مشيتي لبولونيا؟ دخلت لبولونيا، الاب ديال صاحبتي خدام في الحدود هو اللي عاوني. شفتي الصعاده ملي دخلتي لبولونيا؟ مني صافي تطبع ليا وصافي خرجت وماما صاحبتي كتسناني، الفرحه ديالي ما تيقتش، كنقول انا صافي انا خرجت صافي، وفي نفس الوقت انا يعني ندمانه في الحال زعلانه ما بغيتش، لانه كتبقى بلادي واخا هكاك حوايجي قرايتي كلشي بقى تما. اليوم زينب شنو تبغي توصلي الرساله ديالك للمسؤولين على ود هاد القرايه ديالك 6 سنين باش ما تمشيش هباء؟ فينا ما بغاش ندوي مع المسؤولين، انا كنناشد الملك ديالنا محمد السادس نصره الله والله يخليه لينا والله يخليه ديما تاج فوق راسنا، لانه فعلا ملك مالك فعلا. انا ما بغيتش هاد 5 سنين اللي انا قريتها، ماشي غا انا لكاع المغاربه اللي قراو وتعذبوا كلشي كلشي يمشي ليهم هكاك، انا هادشي ما بغيتوش، انا ما قبلتوش. بغيت السلطات يدووا مع السلطات تما في اوكرانيا يديروا معنا حل، يصيفطوا لنا الشواهد ديالنا للمغرب هنا وناخذوهم. انا ما لانه كنعاني من العنصريه هنا. انا دابا قريت انا سيستم انجليش، كيفاش غادي نجي نعاود نقرا الطب ديالي انا بالفرنسي؟ ما يمكنش. او ربما يديروا لكم اقسام بالانجلي. انا قابله كاينين اقسام بريسيز غير لهاد الناس ديال اوكرانيا، كاينين الناس قراو بالاوكرانيه، كاينين الناس قراو بالروسيه، كي غادي يدير تيجي يقرا بالفرنسي ولا يقرا بالانجلي؟ كي غادي يدير ليها؟ ما يمكنش. وانت عارفه السيستم ديال الفرنسي حاجه والسيستم ديال الانجلي حاجه، كاين فرق. فانا كنطالب من الملك ديالنا والسلطات المغربية يلقاو لينا حل اللي يرضي الطرفين ويرضينا تحنا ويديروا معنا حل، لأنه حرام سنيننا وهذا. وبغيت نوصل واحد النقطة مهمة للمشاهدين والشعب المغربي، ماشي أي واحد لمشى قرا في أوكرانيا عريني راه مكلخ، هذه راه ما كيناش. علاش قلتي هذا؟ لأنه كنعانيو من التنمر، يعني أي طالب مشى يقرا في أوكرانيا صافي راه مكلخ. علاش شنو كتسمعوا لهادشي؟ كنسمع هي كنسمع المغاربه هنايا، مني طلع القرار ان باغين السلطات المغربيه باغين يدمجونا لي سيتيديون ديال ليكرين باغين يدمجوهم هنا، الطلاب ديال المغرب هنا ما باغيناش. كيفاش باغين تجيبوا واحد اللي هو نيفو 12 وجايب 12 في الباك مع واحد جايب 17 في البكالوريا؟ انت شنو عارفك انا شنو كنعاني في اوكرانيا باش ننجح، باش هالعار نفاليدي هاد الماده ونجح فيها؟ كيحكمش. ربما شكرا زينب، الرسالة ديالك أكثر من واضحة، وأنا كنزيد نأكد على الرسالة ديالك وكنطلب من المسؤولين والسلطات المغربية وخصوصا وزير التربية والتعليم أنه يوقف معكم، لأن أنت 6 سنين ماشي سهلة. ربما أنا شوف أنا مع الناس حتى اللي يقرأ ولو عام أو عامين راه ماشي سهلة. On peut les mettre, on peut les faire intégrer dans des classes que ce soit بحال دابا هادو اللي قلتي قارين اون انغلي وهذا، نقدروا نديروا دي كلاس ويقراو مع بعضهم ويقراو مع بعضكم، ماشي مشكل. ربما يتجمعوا في دينا وحده، واخا الاخر واحد من بني ملال واحد من اكادير واحد واحد، هناك حلول. انا ماشي انا اللي كنقدر نعطي هذه الحلول، انا كنعطي غير اقتراحات، ما كاينين حلول. وانا متاكده لان بزاف السلطات المغربيه دوات على هذا المشكل وقالوا بان ضروري غادي يوقفوا على واحد الحل، وحنا بغينا حل اللي يكون عاجل. لان انت بحال دابا خصوصا انت كنبقى لك غير شهرين او 3 شهور وتخرجي، حنا ما نبغيوش 6 سنين ضيع هباء المنطوره هكذاك. راه فيها فلوس، فيها تمره، قرايه، سهر ديال الليالي، فيها بزاف الحوايج، فيها غربه عشتيها ماشي سهل. وبالنسبه للناس اللي كيتنمروا على هادو اللي مشاو يقراو في اوكرانيا، راه قريت في اوكرانيا، قريت في تنزانيا، قريت في افغانستان، قريت في فرنسا، قريت في المغرب، راه كلنا قرينا بحال بحال، راه القرايه بحال بحال، راه الطب كنظن راه بحال الطب في المغرب، بحال الطب في الامريكان، حيت ما يمكنش كنظن ياك، راه الطب راه بحال بحال، راه المعده هي المعده اللي هي هذا، راه ماشي هذا مهم، حيت هذا ما تيهمناش هذا الموضوع هذا، الله يهدي ما خلق. شكرا لكم مشاهدين ومتتبعين قناه اشواق تي في، كانت هذه هي القصه ديال زينب وكيفاش هربات من اوكرانيا، شكرا على التتبع ديالكم، وصلتوا معنا لنهايه ديال الفيديو، كنبغي نشكر
أشرف عوينا خلف الكاميرا تعذب معنا بزاف، شكرا ليك. كانت معكم مريم فساحي، لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.